إذا ينضم إلينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع مباشرة في هذه اللحظة، يعني ضيف مثير جدا للاهتمام وخصوصا في هذا التوقيت الأستاذ خالد يوسف المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري مباشرة من باريس، أستاذ خالد أهلا بك وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة والانضمام إلينا. نتعرف على وجه الاعتراض لديك، كان هناك العديد من التعديلات مطروحة العديد من المقترحات شكراك. للتعديل مجمل التعديلات كانت المشكلة أم فترة الرئاسة تمديد فترة الرئاسة على ماذا اعترضت تحديدا أستاذ خالد يعني أنا ما كانش في أسوأ كوابيسي أتصور أنه كان ممكن حد يزج بهذه التعديلات مجتمعة لان ولا تعديل واحد ممكن تقدر تقول عليه انه في تقدم للامام بمعنى لما تيجي تتكلم على مدد الرئاسه انت انت اتكلمت عنها في تقريرك انت بتتكلم عن حاكم احنا بندستر حكم الفرد بشكل دستوري وبشكل قانوني للابد حتى بعد الرئيس السيسي احنا كده عندنا رئيس يمتلك كل الصلاحيات على السلطه القضائيه يمتلك كل الصلاحيات المطلقه اللي هي دايما نقول السلطه المطلقه مفسده مطلقه وانت بتتكلم على ضرب في عمق الفصل ما بين السلطات ان رئيس السلطه التنفيذيه هو اللي يعين رئيس المحكمه الدستوريه وهو اللي يعين النائب العام وهو اللي يعين رئيس مجلس الدوله وهو اللي يعين كل رؤساء الهيئات القضائيه الكبرى بعد ما كان المحكمه الدستوريه مثلا العليا اللي هي اهم او اكبر محكمه في البلاد او ارقى محكمه في البلاد الجمعية العمومية بتاعتها هي اللي بتنتخب رئيسها دلوقتي المسألة كلها بقى السلطة التنفيذية هي اللي بتعين السلطة القضائية أه حتى مجلس الدولة مادة مجلس الدولة اللي كانت بتراجع العقود بتاعة الدولة وهي رقيبة على العقود لغى المراقبة مجلس الدولة على العقود وخلها السلطة مطلقة في يد السلطة التنفيذية تفعل ما تشاء في عقود الدولة وليس من حق حد كمان أن يطعن إلا صاحب المصلحة يعني الشخص اللي عمل الاتفاق مع الدولة هو اللي من حقه اللي هو ممكن يبقى راشي مثلا او ممكن يكون استغل اي نقطة فساد في موظف عام ده مش من حق حد يعمل طعن آه انت بتتكلم على كمان آه هذا الجيش العظيم اللي هو باقي في وجدان الشعب المصري وسيظل باقيا آه كمدافع حقيقي عن هذا الشعب وعن ارضه بيزج بيه في السياسة ويجعله متدخلا في العمليه الديمقراطيه والسياسه ورقيبا عليها، يعني بتدستر تدخل الجيش المصري العظيم في السياسه اللي هو في النهايه مش موضح خلاف الجيش المصري، فانت بتدخله في امر فيه خلاف، السياسه طول عمرها حملت اوجه واراء مختلفه. انت بتدخل هذا هذا الكيان العظيم اللي احنا كلنا بنعتز به في امر ليه عليه جدال وعليه خلاف. كل النصوص اللي موجوده تفصيلاتها بتصور انها يعني ليست رده على ما قبل 25 يناير ولكنه ارتداد بالبلاد الى عصور وسطى نحن نتحدث عن مبادئ دستوريه انا كنت عضو لجنه الخمسين اللي صاغت هذا الدستور وعليهم ان يرجعوا في لمضابط هذه اللجنه عندما تحدثنا عن الماده 226 وحصنا المواد المتعلقه بالحقوق والحريات ومدد الرئاسه كي لا يجيء أحد يلتف عليها وقلنا هذه المادة بتمنع أي سلطة من تغيير هذا هذه المادة إلا بمزيد من الضمانات عشان نضمن عملية تحول ديمقراطي حقيقي ما حدش يلتف عليها. مثل ماذا؟ ما هو المطلوب بهذه المادة ما في حين أن المضابط تقول مم. نعم ما هي الضمانات؟ ما المقصود بضمانات؟ يعني متين المادة 226 ال مم. ما ما المقصود بالضمانات يعني لو انت جاي تقول مثلا عايز تغير مادة في باب الحقوق والحريات بمزيد من الضمانات للمواطن ممكن تغيرها لكن بتقليل الضمانات لا تستطيع أن تغيرها ده كان فحوى المادة وكان النقاش في لجنة الخمسين حوالين كيف يمكن أن احنا نقدر نغل أي يد عن العبس بهذه المواد اللي هي مكتسبات الثورة هم زعلانين قوي أن, إن ان حد قال من زمايلنا انه ده باطل دستوريا هو لو لم يكن باطل دستوريا فهو عدوان علي حق الشعب المصري اللي اكتسب هذه المكتسبات بدمن وبعناء وبخراب اقتصادي وبانفلات امني طيب. أعدنا سنوات بنحلم باللحظه اللي نتحول فيها ديمقراطيا ونبقى زي بقيه الشعوب فاذا بهم يقولوا احنا مش زي امريكا ولا زي انجلترا ولا زي اي بلد اوروبيه واحنا طيب. شعب متخلف لا يصح له الديمقراطيه ويصح اه. لنا بس حكم الفرد، طيب. وهذا كلام غير دقيق. تمام ولكن لماذا يجب التعامل مع يعني مع الدستور بقدسيه استاذ خالد لا تحتمل المساس؟ دساتير العالم كلها تتغير يا استاذ خالد واليوم وهناك موافقه من البرلمان يعني لا. ما هل, لا. هل, هل هذه النظره اليوم من قبل يا قبل صديقي أه الدساتير ليست لها قداسه أه يعني أه ولا أه يستطيع احد المساس بها لكن المبادئ الدستوريه اللي هي فوق الدستوريه اللي موجوده في كل البلاد وهي ضمانات الحريه وضمانات العداله لا تستطيع ان تغيرها او تنقد عليها لا تستطيع ان انت تعمل دستور يؤسس لحياه لحكم الفرد مره اخرى لا تستطيع ان انت ما كنت عامل الثورتين ليه الشعب المصري صار على حسني مبارك من اجل ماذا من اجل هذا التمديد اللي قعد 30 سنه وقلنا خلاص هم فترتين لاي رئيس ياخد مدته زي ما هو ياخد مدتين ياخد فيهم فرصته الكامله في تطوير البلاد وضخ دماء جديده اذا بنا دلوقتي نقول لا احنا هنرجع تاني لما قبل 25 يناير ويا ريت الدستور ده هيبقى زي دستور 71 ده انت عندك فيه صلاحيات مطلقه لرئيس السلطه التنفيذيه أنا رأيي مش ردة على 25 يناير ولا ما حدث في 30 يونيو ولكن ردة للعصور الوسطى أنا متصور. طيب يعني يعني أنت يعني لم تعد تعتبر 30 يونيو امتدادا ل 25 يناير بعد الموقف الذي أنت فيه تحديدا اليوم أستاذ خالد. لا بص صديقي أنا راجل بعرف أفصل كويس أوي مم. 30 يونيو ثورة شعبية بامتياز وسأظل أقولها لو نكل النظام بي أكثر وأكثر ما, ما ما يحدث الآن هو ارتداد عن 30 يونيو قبل ما يكون ارتداد على 25 يناير 30 يونيو كانت ثورة شعبية واللي بيقول إن أنا زورت في تصويرها ده كلام غير دقيق الملايين نزلت والشارع في ثوره شعبيه حقيقيه كانت احدى الموجات الكبرى لثوره 25 يناير ده لا فصال فيه ولا يمكن انكاره اما ما يحدث الان هو ارتداد على 30 يونيو وارتداد على 25 يناير هل ستعود الى أنا مصر انا عمري ما هكفر بنضال الشعب المصري حل. الشعب حل. المصري العظيم اللي نزل في 30 يونيو مم. بعشرات الملايين تمام هل ستعود الى مصر تعارض من الداخل بإذن هل تعود وتعارض من الداخل وليكن ما يكون فكره مم. ان ان انت بكل تأكيد هأعارض على فكرة انا انا ما لا أعارض الآن من الخارج انا كنت بطلع في قناة الحرة والبي بي سي وكل مم. القنوات الأجنبية وانا موجود داخل مصر مم. انا ما يعني هنا كده مش معارض مم. من الخارج يعني مم. 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 في مصر بنعمل نفس الحكاية وبنطلع على قنواتكم من داخل مصر قريبا باذن الله لما يوجه لي بس اتهام حتى هذه اللحظه لم يوجه لي اتهام فانا مستني الاتهام اللي هيوجه لي وهساعود باذن الله بعدين هل لديك اي انباء عن ان اسمك على قائمه ترقب وصول هل في استشاره قانونيه ماذا تتوقع ان يحصل معك برايك استاذ خالد لا على الاطلاق لا انا ما زلت ما زلت حتى هذه اللحظه عضو مجلس النواب لدي حصانه لم ترفع بعد لم يتقدم النائب العام لمجلس النواب برفع الحصانه وبالتالي اسمي ما عليهوش لسه لا ترقب وصول ولا غيره وانا انا مع دوله القانون وانا نفسي يطبقوا القانون لو عايز تتكلم يعني في موضوع مختلف عن اللي احنا بنتكلم فيه انا نفسي يطبقوا صحيح القانون ويجيبوا اللي نشر هذه الفيديوهات من سنه 2015 اللي هو ثابت بتقارير من وزارة الداخلية تقارير فنية بتثبت من هو الذي نشر هذه الفيديوهات وحتى هذه اللحظة اللي تقدمت من من أكثر من ثلاث سنين ونص حطينا أيدينا على اللي نشر هذه الفيديوهات والدولة لم تتحرك حتى هذه اللحظة للقبض عليه أو التحقيق معاه ده هو مربط الفرس ما حدث معي كله كله من أول من الأول للآخر كله مخالف للقانون تمام يعني أنت ترى بأنه اللي ارتكبوا اصلا آه. مخالفات للقانون ما زالوا آه بيرت... ألا ترى يعني هل تقول بما آه يعني بما جرى معك تحديدا؟ اللي ارتكبوا مخالفات تت... قانونيه وهي آه. نشر الرذيلة ونشر اه تتهم مين استاذ خالد؟ نعم نعم تتهم من؟ مش سامع السؤال بعد اذن حضرتك تتهم تتهم من بنشر الفيديوهات؟ انا يعني حتى هذه اللحظه متى السلطات المصريه ايوه خلاص فهمت م. ماشي انا بتهم اللي, اللي لم يقبض على ناشر الفيديوهات هي السلطه المصريه السلطه المصريه عندها بلاغات رسميه موثقه بتقارير فنيه من وزاره الداخليه بتقول لهم اللي نشر الفيديوهات دي اول واحد نشر هو فلان من سنه 2015 وحتي هذه اللحظه لم يتم اجراء ضده يبقى السلطات المصريه هنا اجهزه الامن لماذا لم تتحرك للقبض علي هؤلاء الاشخاص اللي انا ثابت ضدهم انهم نشروا هذه الفيديوهات هنا مربط الفرس الخلاف كله بيني وبقى في القضيه ديت هم أرادوا أن هم يعملوها قضية أخلاقية فيها خروج على الأخلاق وفيها نشر الرزيلة عشان يبقى كلامي عن الدستور اللي هو كان سابق على هزير على 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 نشر هذه الفيديوهات بالكثافة المطلقة اللي حصلت خد بالك أنه حصل مئات الآلاف من الأكونتات في لحظة واحدة بتنشر الفيديوهات مئات الآلاف من التليفونات بتبعت لكل الواتس آب بتاع مصر وكل التليجرام وكل التطبيقات كانت حملة ممنهجة لجعلها قضية رأي عام ثم يخرجوا ويقولوا أين بقى الحفاظ على الشرف والحفاظ على الأخلاق وهاتوا هذا الرجل اللي متهم بالكلام ده. ألم ينجح ينجحوا ألم ينجحوا ينجحو كان مخطط خليني إيه خليني جيدا خليني خليني في نقطة في نقطة سريعة نشرت البيان الأول. خليني في نقطة سريعة في الإعلام المصري ظهر وقت الانتخابات البرلمانية لدى ترشحك لأول مرة إرهاصات يعني و وصور ثابته قيل انها من الفيديوهات خاصه بك وقتها دفعت انت وقلت بان هذه مؤامره كي لا تدخل البرلمان دخلت البرلمان ونجحت من المره الاولى انا ذاك اختفى الحديث توقف الحديث عن الفيديوهات لفتره طويله عاد مره جديده هل كان هناك صفقه ما انا ذاك هذا تساؤل من الشارع المصري وتساؤل في الصحافه استاذ خالد هل هناك صفقه لتوقف ما يجري الان استاذ خالد محر. على الاطلاق هم. على الاطلاق يا صديقي العزيز انا عندما نشرت هذه الفيديوهات انا تقدمت بالبلاغات و... والموضوع اتلم لانهم لقوا ان اللي نشر الفيديوهات ده لابد ان يحاسب فالموضوع دخل الثلاجه وركنوا الموضوع ده اللي حصل انا لو حصل بيني وبين النظام صفقه ما كنتش عارضت تيران وصنافير بهذه القوه ما كنتش عارضت النهارده التعديلات الدستوريه ومن قبل ما ينشروا هذه الفيديوهات انا اعلنت بياني الاول في رفضي للتعديلات الدستوريه ثم بدات بعدها هذه الحمله ورجعوا لتاريخ بياني في رفض الدستور ورجعوا كمان ل 2016 عندما بداوا المحاوله الاولى في تعديل الدستور وانا طلعت في قناه الحره وطلعت في البي بي سي وطلعت في كل القنوات المصريه كمان وقلت ان دي محاوله للارتداد على مبادئ ثوره 25 30 واعلنت موقفي اصلا من ساعه من 2016 انا لم اتنازل عن مواقفي منذ 25 يناير ولا طيله حياتي تنازلت عن مواقفي المبدئيه ولن اتنازل مهما عملوا ومهما نكلوا بي تمام وما زلت تنفي حقيقه هذه الفيديوهات كيف ردت فعلك لما شاهدت من تحقيقات مع من يعني وردت او ورد ذكرهم بالفيديوهات استاذ خالد كيف كيف تقيم ذلك يا يا صديقي انا انا يعني انا قلت قلت الكلام ده وبقوله لك مره ثانيه الاعلام المصري كله طلع في تصريحات على لسان هؤلاء السيدات اللي اتقبض عليهم واتقال كده رسميا ان هم قالوا ان انا هددت وابتزيت وإنهم كانوا قُصّر، يعني جمعوا لي كده شوية جرايم تديني إعدام مش مش مؤبد. ثم بعد شوية بصيت لقيت تحقيقات النيابة فيها كلام تاني، لا ده فيه حب وفيه غرام وفيه جواز وفيه. أنا حتى هذه اللحظة ما أعرفش إيه حقيقة اللي هم بيقولوه. لما يوصلني كلام رسمي من النيابة هرد عليه، النشر محظور في هذه القضية في الـ في الـ بقرار من النائب العام، وأنا محترم قرار عدم النشر. حتى تظهر حتى يعني حتى تظهر نتائج التحقيقات ويوجه لها اتهام رسمي او يفك الحظر من قبل النائب العام شكرا لك من باريس المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف شكرا جزيلا لك